وكذلك العلاجات، علشان تاخد والله العظيم انا يعني كان الناس يعني في زمايل ليا يقول لك ايه ده، واحد دخل عليا بص الارانب ماتت، ده واحد ما اعرفش ايه. والله يا جماعه انا ربيت الارانب دي اكتر من 10 سنين، وكان بيطلع عندي كل، فبقول لحضراتكم انا كنت بربي الارانب وبطلع الدنيا والدين زي ما بيقولوا، وعمري ما حاجة ماتت من عندي، ولا الحسد ولا الكلام الفاضي ده. والله كل الموضوع يا جماعة ان الناس بتستسهل، ويقول لك ايه ده احنا كان اهالينا زمان بيربوهم في قلب البراميل وفي قلب التحبيق بيفحرهم في الارض. الكلام ده يا جماعة للارانب اللي هي البرية او البلدي بتاعتنا الصغيرة اللي كانت بتستحمل تخش في النار وتطلع. لكن الارانب دي يا جماعة معلش الفرق بيني وبيني السماء والارض. النهارده كانت النهارده ما شاء الله الارنب بتاعك بيوصل ل 3 ل 4 5 كيلو ماشي. اما بالنسبه للي هو البلدي كبيره بيوصل لغايه وزن كيلو، يعني ما شاء الله انت عندك هنا الولد او الارنب بيطلع من تحت امه 25 يوم داخل على 3 ارباع كيلو، يعني بوزن ارنب كبير من اللي هم البلدي. فطبعا ده يا جماعه يعني لازم يعني ايه نحافظ عليهم. طبعا في بالنسبه للنظافه، النظافه بقى يا جماعه دي بقى روح التربيه، النظافه يا جماعه ما تقوليش ارانب بدون تربيه بدون نظافه. النظافه يا جماعه الخير احنا بنروح للراجل بتاع البيطري وبنجيب من عنده جيركن فينيك، سيبكم من اللي هي الازازك اللي هي النص لتر والربع لتر والكلام الفاضي دلوقتي. انت راجل النهارده هتربي ارانب ومحتاج ان انت تنضف لهم يوميا يوميا بمعنى الكلمه يا جماعه، لان الفضلات بتاعتهم والبول بتاعهم ده في نسبه يا جماعه فيه نسبه كبيره جدا من الامونيا، دي بتخش تحرق، يعني دي لو اتنفس منها فتره كبيره واتعتقت في قلب تحته تحت الارنب هتحرق صدره بمعنى الكلمة يا جماعة، هتحرق صدره بمعنى الكلمة. وطبعا ما هوش عارف يتنفس ده هيموت منك في يومين، مش هقول لك اكتر من كده، يومين بالظبط، خد منه يومين يكون ميت. فانت بفضل الله كل يوم الصبح هتعمل حسابك ان انت هتقوم الصبح تنظف لهم تحتهم، وهتجيب من الجيركن اللي هو الخمسة لتر دوتي غطا واحد تحطه على 5 لتر مية، وهتقلبه فيه هتلاقيه لونه بقى مبيض كده، هتاخد ده ترش تحت رجلين الامهات. ولو كنت انت بتجمع في اي فضلات تحت في اي في مثلا البوكس بقى، ان كان جاي معاه مثلا الطريقه اللي هي الامريكاني اللي هو بيجمع في قلب مكان، فانت بتنظف المكان ده بالميه بالفينيك كويس جدا يا جماعه، وتنظف الدنيا، ويبقى لازم في تهويه كويسه جدا. ولو يا ريت لو دخلت الشمس عند الارانب علشان تحفظهم من اقاروس الجرب، لان اقاروس الجرب يا جماعه برضو عشان تبقوا معلوماتكم معاكم، ده وده الشمس، عندك شمس يبقى مفيش عندك أرقاروس الجرب وعمره ما هيجيلك، فاهمني؟ فبإذن الله. طيب ايه في تاني نتكلم فيه؟ طبعا المية يا جماعة زي ما احنا قلنا، المية باستمرار، قدامهم الأكل باستمرار. طبعا اللي هيقول لي احنا هنأكله ازاي، الأكل يا جماعة قدام الأرنب باستمرار. أنا بالنسبة لي يعني أنا غير أي حد تاني اللي يقول لك مثلا إيه حط له 50 جرام و80 جرام والكلام الفاضي ده، أنا عايز الأم تاكل وتشبع، لأن أنا عايز آخد منها ولد كويس وعايزها تقعد معايا أكبر فترة على بالي، عايز بدل ما تقعد معايا سنة وفي الآخر هتموت أو ما تكملش السنة معايا، لا أنا عايزها تكمل معايا سنتين وثلاثة. طبعا بس النصيحة بقى لوجه الله بالنسبة للناس اللي بتربي أرانب، لو أنت بتعمله كمشروع يا حبيبي تعمل حسابك إن الأرنب معاك بكتيره سنة، لو انت حبيت يعني وطلعت بريمو قوي يبقى سنتين. هتقول لي ليه؟ هقول لك لان حضرتك احسن فتره للانتاج بالنسبه للارانب بتبدا في السنه الاولى، وبتبدا تنزل، تبدا تنزل تدريجيا رسم بياني لغايه لما توصل لغايه يعتبر صفر. بس اول سنه هي بتبقى اول سنه احسن سنه، تاني سنه بتبقى معقوله، تالت سنة بتبدأ تديك ايه، تديك ظهرها بقى. فانت علشان تحافظ على الموضوع ده يا جماعة لابد ان انت حضرتك تعمل ايه، ان انت تعمل حسابك في شهر 5 تبدأ تاخد امهات تنقحها انت عندك من الانتاج اللي طالع عندك، وتظبطها على شهر 11 تكون تمت 2.5 كيلو او 3.25 كيلو، تبدا دي تبقى الام بتاعتك، ويبقى انت عندك الذكر مش مشكله، الذكر ممكن يعيش عندك بال4 5 سنين وهيديك نفس الانتاج وهيبقى 10 على 10 تمام، لان الذكر يا دوبك هو بيلقح وبتاخد عينه في العين
ما عادلوش اي لازمه لما ايه يلقح الشهر الجاي ان شاء الله، فبيعيش معانا اكتر، لان ايه الذكر زي ما قلنا ما بيهنش نفسه كتير. في ايه تاني ممكن نتكلم عنه؟ بالنسبه للتسويق بقى يا جماعه الخير، طبعا التسويق لو انت عايز تنجح يعني لابد ان انت حضرتك تفتح لنفسك سوق، سوق يعني سوق لوحدك كده، مع قرايبك، مع اصحابك في الشغل، مع اصدقائك، مع جيرانك، تمام. لان انت لو اخدت الارانب ورحت وديتها مثلا لواحد لواحد مثلا من اللي هم بيبيعوا بتاع الذبيح دواني، والله العظيم بالله يعني هيخسرك الجلد والسقط، وعن تجربه وما تقوليش، والله هتشوف، انت هتشوف بنفسك لو انت عملت كده. لكن انت تحاول بقدر الامكان ان انت، طبعا ذبح الارانب يا جماعه سهل جدا، يعني حتى لو حضرتك او خدت انت زوجتك او ابنك وذبحتوا مع بعض وكيستم وبعتوا للناس، ماشي، هيبقى افضل لك، وهتاخد وتبدا تلم ايه القرش بتاعك، وتبدا تبقى ايه الدنيا كويسه، ما يبقاش فيها خسائر ولا حاجه. طبعا بالنسبه لذبح الارانب يا جماعه، انا كنت عايز اعمل فيديو بصراحه، بس ايه يعني انا للاسف ما عنديش يعني مش عارف مين اللي هيصور لي بجد يعني وانا بذبح، لان بيحتاج ان احنا نذبح اتنين مع بعض، فمش هيبقى عندي القدره ان انا اعرف اصور الذبيح ده يا جماعه. فانا شفت بصراحه في ناس ذبح على النت، فاللي عايز بقى يشوف موضوع ذبح الارنب ده سهل جدا، والله ما فيش اسهل من كده، والله المستعان. وان شاء الله باذن الله لو جاء اي فرصه باذن الله برضه هعمل لكم فيديو بتاع ذبح الارنب. وكده يا جماعه الخير يبقى وصلنا معاكم لنهايه الفيديو، تربيه الارانب. طبعا الناس اللي بتشوف الفيديو دواني، في فيديوهين قبل كده يا جماعه عن تربيه الارانب من الالف للياء، فيا ريت تتفرجوا عليها عشان تلمهم او تجمعوا كل الحاجه اللي ممكن تتكلموا عنها. طبعا بالنسبه للعلاجات يا جماعه اللي انا اتكلمت عنها ديتي، ممكن حضراتكم لو برضو يعني انتم في امراض حصلت لكم تاني، يعني هو ما فيش عندنا بس يا جماعه غير التصمغات والكروس الجرب، وفي حاجه اسمها تاني التسمم الدموي، وفي عندنا الاكياس الاميبا اللي هي بتبقى على جوه على البتاع، وفي كوكسيديا، طبعا الافوماك البتاع اللي هو الفيتامين، لا البنتراميسين ده يا جماعه برضو باذن الله هيكون يعني ايه سد حصين بالنسبه للي هو الكوكسيديا اللي بتيجي للارانب يا جماعه. طبعا انت عايز تعرف عندك كوكسيديا ولا لا، وانت بتذبح الارنب بص على الكبد بتاعه، ان لقيت فيها بقر لونها مصفر كده، ما هيش سارحه مع بعضها، فيها نقط كده لونها مصفر، تعرف ان انت عندك كوكسيديا. لو انت فتحت بطن الارنب وبصيت تحت الرئتين بتاعه، ولقيت اكياس كده زي ما يكون في قلبها حاجه كده، اكياس مدوره عامله زي البليه كده، اكياس كتيره جنب بعضها، يبقى انت كده عندك اكياس اميبيه، دي برده كلها بتاثر على الارنب. طبعا عايز اقول حاجه، الناس بتقول ناكل، ينفع ان احنا ناكل الارانب بتاعتنا مثلا ربه الايام الجايه بتاعت الربه والكلام ده؟ ده كلام فاضي يا جماعه، الكلام ده للناس المبتدئين اللي هم يربوا الارنب يومين وبعد كده بالسلامه يقل، ممكن يموت منهم او هم هيذبحوه، فياكل زي ما هو عايز خضره. انت راجل بتربى عشان تعمل مشروع، منعا باتا منعا باتا منعا باتا ان انت تحط اي خضره للارانب. العلف يا جماعه عشان الناس اللي برضو مش عارفه، في اكتر من 50% برسيم حجازي، يعني تكوينه الاساسي برسيم حجازي يا جماعه، يعني ربه متعقمه واخده درجه حراره، لو فيها اي حاجه بتقتلها. لكن انت لو اديت له من الربة بتاعتك دي، طبعا الربة دي يا جماعة معروف ان الفلاحين بيحطوا فيها على الارض بتاعتها السماد، بيحطوا اللي هو السماد البلدي. طبعا الامراض المشتركة بين الحيوان اللي هو مثلا المعيز بقى ولا الخرفان، ده ما انتش عارف جايب هو سماد ايه ولا البقر ولا اي حاجة، ممكن يتنقل بسهولة جدا للارنب ويعمل لك مشكلة كبيرة جدا. واكبر مشكلة بتحصل اللي هي كوكسيديا والاكياس الامبية بالنسبة لاكل الارانب، وطبعا ده بيقضي على الحيوان، فهو يعني ما ينفعش انت تعالجه. يعني اللي يقول لك انا عالج كوكسيديا وكلام من دوتي، قلما ان هو هيروق معاك، والواحد بيروقه بس بيديله اي حاجه كده تفوقه عما يتذبح، لكن ان هو يكمل معاك عشان انت مثلا تبقى ام ولا كلام من ده، يبقى حرام عليك لو انت عملت كده. لازم الام تكون نظيفه وتكون بصحه جيده من اول يوم لغايه لما تذبحها بقى، بعد مثلا باذن الله لما تكون عاشت لها سنه ولا سنتين معاك، وطلعت لها مثلا ايه 10 15 بطن.
طبعا يا جماعه برضو عايز اقول حاجه للناس برضو، معدل متوسط الانتاج بتاع الامه يا جماعه من 5 لغايه 8 اولاد، 8 ارانب، من 5 ل 8 ده المعتدل المتوسط المعتدل، اللي هو نقول اه الطريقه دي كويسه جدا والحمد لله دي ام كويسه وهتطلعهم باذن الله. الام اللي هي مثلا زي الفنلندر ممكن تولد 12 و14، يعني بصراحه هي اقصى حاجه عندها وليدها 12 عندي تمام، بس للاسف ال 12 يا جماعه بيموتوا كلهم، حتى لو ولدت 5 بيموتوا كلهم، لان هي بقول لكم هي اصلا كانت شرسه جدا ومش بتحب، يعني هي ماهيش ست بيت يعتمد عليها. اللي يعتمد عليها يا جماعه انا بالنسبه لي الشنشيلا رقم 1، البوسكت رقم 2، البيبيون رقم 3، الريكس رقم 4. الريكس اللي هو الاسود زي يا جماعه، وده البيبيون. الشنشيلا يا جماعه زي ما احنا عارفين او الناس ما تعرفش لونها رصاصي شبه مناخير الارنب دي كده، والبيبيون في منه نوع بيبقى بدل ما هو رصاصه كده يا جماعه بيبقى اسود اسود قاتم، وفي منه محمر برضو، بس هو لازم مراخيره ودانه تبقى ايه، لازم تبقى بلون واحد علشان نبقى احنا عارفين البيبيون بيبقى عامل ازاي. اما الريكس يبقى لونه اسود والشنشيلا بتبقى رصاصي كلها ماشي، والبوسكات بيبقى لونه ابيض خالص تمام. والله المستعان، يا رب يكرمكم وتعملوا مشروع وتقولوا لي ايه رأيكم في الكلام اللي انا قلته. اللي مشتركش معانا يشترك معانا، عشان ان شاء الله في فيديوهات جميلة جدا ان شاء الله نقدمها الايام اللي جاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، احبكم في الله.